السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، معاكم محمد تحسين من قناه سرجاج. ازيكم عاملين ايه؟ اتمنى تكونوا بخير وصحه وعافيه ان شاء الله. لو انت عايز تخس او لو انت مشيت على دايت شويه وزهقت، صدقني الكلمتين اللي جايين دولت فيهم فايده كبيره قوي. والله صدقني انا مش بهبد، ولو انت متابعني في كذا فيديو صدقني كل حاجه انا بعملها عن تجربه شخصيه قبل ما اقولها لكم الاول. بص، لو انت دلوقتي ماشي على دايت وحبيت انك عايز تخس شويه ومشيت عليه شويه وحسيت بوزن قل شويه، يعني قل مثلا نص كيلو كيلو وهكذا، وبعد كده لقيت نفسك ثابت على الميزان، بص في حاجه ظاهره فيزيائيه في جسمنا بيحصل ايه؟ الجسم ده ذكي جدا، لما بيلاقي يعني انت فقدت شويه دهون اللي هو الكيلو او نص كيلو دول عادي مفيش مشكله، لكن لما بيلاقيك انك بتضغط او بتمشي على دايت انك عايز تنزل دهون كتير، فبيبتدي الخلايا الدهنيه، بص جسمنا ده احنا مولودين بعدد خلايا دهنيه ثابتين، احنا بنتخن ازاي؟ الخلايا الدهنيه دي بيخش فيها دهون فبتوسع فاحنا بنزيد في الحجم. فالخلايا الدهنيه دي علشان لما بتلاقيك انت ماشي على دايت فبتبتدي تفقد دهون، فبتبتدي تملى مكانها ميه، اسمها ووش افكت، ووش افكت. فبتبتدي تملى مكانها ميه، آملة انك بعد فتره او ترجع لحياتك الطبيعيه اللي انت بتاكل جانك فود او بتاكل اكل غير صحي، او من الاخر بتاكل اكل اكتر من احتياجاتك، اكتر من اللي انت بتخرجه، يعني اكتر لو انت بتعمل رياضه او اي حاجه فانت بتاكل اكتر من اللي انت بتعمله. فعشان كده لازم تستمر ولازم تعرف ان ثباتك على الوزن ده صدقني هيبقى فتره بسيطه، وبعد كده جسمك للاسف هيستسلم وهيبتدي ان هو الخلايا الدهنيه دي تفقد الميه اللي فيها تدريجيا وهتبتدي تنزل في الوزن تدريجيا. انا بس عايز اقوله لك انك لازم تستمر في الدايت ولازم تضغط على نفسك وتقول لا ده وش افكت، واللي هيحصل لك ده وش افكت. بس كده يا جماعه، شكرا جدا ليكم، وكان معكم محمد تحسين من قناه سرشاجي، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.